لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. الحقيقة بدأنا مبارح أول حلقة في مواقف إيمانية، قلنا يا جماعة أن ما فيش أجمل من أن احنا نستقبل الشهر الكريم المبارك ده بتوبة، وقلنا أن من أصول الأشياء التي يعني دائما كان ينادي بها أهل العلم أنه لابد من التخلية قبل التحلية. عايز أملأ قلبي بحب ربنا سبحانه وتعالى، عايز أملأ قلبي إيمانا وتوكلا ويقينا وثقة وإنابة وعودة وخوفا ورجاء، كل ده هيتملي بس لما يكون القلب نظف، لما يكون القلب خرجنا كل الحاجات اللي فيه وبدأنا نملاه حبا لله سبحانه وتعالى وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمنا مبارح عن التوبة حديث مهم جدا، وكلمنا على ان التوبة فعلا هي وظيفة العمر، وان ربنا سبحانه وتعالى من كمال وتمام رحمته انه قرب لنا الجنة وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. غير بعيد يعني سبحانه وتعالى قربها لنا في الدنيا بانه يوصل لنا اسباب دخولها. النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه قال كما عند البخاري الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعلي، وفي الآخرة الجنة بنفسها تقرب لنا حتى وإحنا داخلين الجنة. ربنا يا رب يرزقنا إياكم الجنة يا رب العالمين. وإحنا داخلين الجنة حتى عندي دخول الجنة إكرام من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نركب دواب من دواب الجنة ونخش الجنة، والجنة عمالة بتقرب وإحنا داخلين وما نتعبش أبدا لأن الجنة دار النعيم. قال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. امبارح ذكرنا بعض نماذج التوبة، وكل نموذج كان مختلف عن التاني. ليه النماذج دي بتختلف؟ لأن كل واحد ليه مفتاح، كل واحد قلبه ليه مفتاح، والذكي هو اللي يعرف مفتاح قلب كل إنسان. وديت يعني زي ما بيسموها كده فقه النفس. فقه النفس دي لا يعلمها إلا من فتح الله عز وجل عليه، لأن ما لهاش علاقة بالعلم خالص بالمرة، ديت منحة بعد العلم. إنسان عالم ما شاء الله وعنده علم وربنا رزقه العلم والبصيرة، وجنب العلم ربنا إداله فقه النفس. زي ما ذكرنا قبل ذلك أن سيدنا ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن، في يوم من الأيام كان جالس وسط أصحابه فجأة جاله واحد فبيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة ومن يحول بينه وبين التوبة. شويتين وجاله واحد تاني قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. فالناس استغربت إيه اللي خلى ابن عباس رغم أنه السؤال واحد يقول الإجابة مختلفة. فأول ما سألوا كيف ذلك يا ابن عباس قال لهم الرجل الأول جاءني ودموع التوبة في عيني فما أردت أن أيأسه من رحمة الله فقلت له توبة، والرجل الثاني جاءني والشرر يتطاير من عينيه يريد أن يذهب الآن ليقتل مؤمنا فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت له ليس له توبة. ده فقه النفس. دي مسائل مهمة جدا، إن ممكن واحد لما يجي يذكر واحد بالله يبقى عارف يدخله إزاي، اللي هي بلغة العصر كده بيقولوا يعلم من أين تؤكل الكتف. وديكم مثال بسيط جدا جدا. الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، اللي هو يعني حسن البصري ده كان يعني له بركة عجيبة جدا لا تخطر على قلب بشر. الحسن البصري كانت أم سلمة، أم سلمة دي أم المؤمنين، لكن هي كانت أمه من ناحيتين. من ناحيتين إزاي؟ كانت أم الحسن البصري كانت جارية أم سلمة، ولما ولدت الحسن البصري كان لسه ما سميتوش، فأم سلمة سألتها هل سميتي؟ قالت لها لسه ما سميتوش. قال لها سميه الحسن، سميه الحسن.
البصر. طبعا بعد كده البصر نسبة انه عاش في البصرة فسمته الحسن. خدوا بالكم بقى من حاجة، فكانت أم الحسن البصري لما كانت تخرج برة تشتري بعض الحاجات التي تحتاج إليها أم سلمة، أحيانا الحسن البصري كان وهو لسه طفل صغير رضيع كان بيصرخ، فأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تلقمه ثديها وترضعه، فرضع منها مرات كثيرة، فقال أهل العلم فأصابته بركة لبن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فهي أم من ناحيتين، هي أم المؤمنين فهي أمنا كلنا، ومن ناحية تانية هي أمه في الرضاعة. الشاهد في الموضوع أن الحسن البصري كان يتكلم كلام عجيب جدا، لأنه طبعا كان قريب جدا من كل بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن تلاقيه عند عائشة رضي الله عنها، عند جويرية، عند حفصة، عند أم سلمة، كل شوية ينتقل من بيت لبيت. وكان طبعا هم بيعتبروا كان قريب جدا منهم، وكانوا كلهم بيحبوه ويعني وكانوا يعطفوا عليه. فالحسن البصري ربنا رزقه بالحكمة والكلام اللي أهل العلم بزمانه كانوا يقولون والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لقلنا أن الحسن البصري يوحى إليه من السماء. لدرجة أن واحد من أهل العلم الكبار سأل بقى أهل العلم اللي موجودين في نفس المكان اللي عايش فيه الحسن البصري، قال لماذا فضل هذا الرجل عليكم؟ إيه سبب تفضيله عليكم بالمنظر ده، وإنه يعني ذاع صيته وانتشر بالمنظر ده واشتهر والناس كلها بتحبه وعليه إقبال عليه؟ قال واحد منهم كلمة حلوة أوي، قال احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. ده سر عظمة الحسن البصري. راجل بيسأله سؤال واضح، بيقول له ما سر عظمة الحسن البصري؟ قال احتجنا لديني واستغنى هو عن دنيانا. فالحسن البصري في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش، وهو الحسن البصري كان عنده حكمة وفطنة وفراسة وربنا فتح بصيرته، فكان يعلم كيف يدعو فلان أو فلان بأسلوب ما شاء الله مؤثر جدا. ففي يوم من الأيام لقى جاره اللي ما بيصليش ده نازل ماشي في الشارع، فنزل وراء الحسن البصري وبكل أسلوب جميل كده دخل سلم عليه وطبطب عليه وقال إني أرى على وجهك نورا فهل تأذن لي أن أسير معك؟ قال له تفضل. فماشي معاه، فيعني بدأ يذكره بالجنة وبالنار والآخرة ووا وكلام جميل جدا جدا ومؤثر وبدون أن يسبب له أي حرج. فجأة ربنا يسر إن جنازة راحت معدية قدامهم، فلما رأى الحسن البصري تلك الجنازة راح رميله الكلمة، قال يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ إيه رأيك لو إن ربنا أحيا الميت ده ورجع الدنيا مرة تانية بعد ما شاف كل بقى إيه الحقائق وشاف الملائكة وشاف ملك الموت وشاف شاف الحقيقة اللي إحنا كلنا سمعنا عنها بس ما شفناهاش؟ فقال له لو أن الله أحياه الآن سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وكذا وكذا وكل بقى الحياة الحلوة ذكرها له. قال له إذن فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. إيه رأيك؟ كلامك حج عليك، اعتبر نفسك أنت يا سيدي اللي مت وربنا أدك فرصة تانية ورجعت الدنيا، فاعبد ربنا كما ذكرت. فعاد الرجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. هي دي الفطنة والفراسة. ولذلك تلاقي فلان ده تاب بسبب انه شاف حادث معين، وفلان ده تاب بسبب ان حد من حبايبه مات، وفلان ده تاب لانه هو حس انه زهق من الذنوب والمعاصي، وفلان ده تاب لانه حصل له مش عارف موقف مروع. يعني كل واحد اختلف التوبة. تعالوا نذكر بعض النماذج ثم بعد ذلك نثني بذكر توبات الصحابة، كيف تاب الصحابة وازاي الانسان لما يقول انا نفسي اتوب زي ما الصحابة كانوا بيتوبوا، لانهم دولة الحقيقة الاسوة والقدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم دولة اللي طبقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام تطبيق عملي، فكانوا الجانب العملي لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الايام شابين يعني ما هماش ملتزمين، فكلموا أهليهم وخدوا منهم مبلغ كبير من المال وقالوا لهم احنا رايحين نعتمر. الأب والأم مش واخدين بالهم ان ولادهم أصلا مش ملتزمين، يعني لهم رايحين عمره ولا يعملوا أي حاجة، فادولهم الفلوس. والشابين كانوا رايحين لبلد من البلاد التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، وبعدين وصلوا لحد المطار، وأول ما جم عند المطار جه إيه اللي حصل؟ إيه ربنا قدر إن شيخ من المشايخ واحد من العلماء كان موجود في المطار، فلقى يعني في الطيران الصالة الداخلية بيقولوا المتجه للطيارة اللي راح بانكوك يتوجه حالا للباب الفلاني، فلقى الشابين دول رايحين فرح بناديلهم، فقال لهم يعني ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين يحفظكم،
اسم حضرتك قال له كذا واسم حضرتك قال له كذا، وبدأ يدردش معهم ويتكلم معهم كلام في منتهى الرقة. فسألهم سؤال، انتوا رايحين بنكو بتعملوا ايه؟ فسكتوا حطوا وشهم في الأرض. قال لهم أنا هسألكم سؤال واحد، ايه رأيكم لو انكم وانتوا راكبين الطيارة ورايحين بنكوك ورايحين تعصوا ربنا سبحانه وتعالى، عطل المحرك بتاع الطيارة ولا قدر الله سقطت الطيارة ومتوا على هذه الحالة، لما تقفوا بين ايدين ربنا يوم القيامة بالله عليكم ايه اللي ممكن تقولوه لربنا؟ يعني ربنا سألكم انتوا رايحين المكان ده او ختم لكم بهذه المعصية، كنتوا رايحين فين؟ ومن مات على شيء بعث عليه. وعموما انا مش هزعجكم، بيقول لهم كده، انا مش هزعجكم، اللي انتوا عايزين تعملوه تعملوه، لكن انا مشفق عليكم ان تكون الخاتمه بتاعت واحد فيكم بالمنظر ده. اتمنى يا ابني ان يختم ليك خاتمه اهل السعاده. قال له طب نعمل ايه؟ طب التذاكر ايه؟ رحنا مقطعينها. قطعوا التذاكر. طب نعمل ايه؟ احنا ضحكنا على اهالينا وقلنا لهم رايحين عمره. قال لهم خلاص اصدقوا مع اهاليكم وقبل ذلك اصدقوا مع الله وروحوا عمره. قالوا طب ما احنا قطعنا ثمن التذاكر وخلاص ما فيش معانا فلوس نسافر. قال ولا يهمكم، انتم في ضيافه تلميذي دوت، هياخدكم البيت وبعد ما تقعدوا وتباتوا عنده وتستريحوا بكرة الصبح بعد الفجر مباشرة هياخدكم بالعربية بتاعته ويوصلكم لحد مكة، وتروحوا وتعتمروا وتنبسطوا وترجعوا مرة تانية وتروحوا لأهليكم يعني بقلب تاني إن شاء الله. قالوا خلاص ماشي. راحوا عند هذا التلميذ وباتوا عنده وقعدوا لحد يعني كالوا وشربوا وناموا وصحوا بعد الفجر، صلوا الفجر وبعد الفجر مباشرة ركبوا العربيات ومشوا في طريقهم إلى مكة، عدوا على الميقات ودخلوا وأحرموا لأول مرة في حياتهم وبدأوا يلبوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبدأت التلبية شغالة والدموع تنزل والتأثر واضح، وشباب ما شاء الله عندهم إحساس جميل جدا ويقين في غاية الروعة والجمال، وبدأوا يستشعروا حلاوة ولذة الإيمان. وفجأة في منتصف الطريق وهم داخلين على مكة كان ملك الموت في انتظارهم، اتقلبت السيارة ومات الشابين ومات معهم الشاب اللي كان رايح معهم للعمرة، التلاتة ماتوا وهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من مات وهو ملب يبعث يوم القيامة ملبيا، ودفن الثلاثة بإحرامهم لأنهم يبعثون يوم القيامة وهم يلبون يوم القيامة بين أهل المحشر جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكان حسن الخاتمة بالمنظر دوت، مع أن ربنا مقدر أن هم يموتوا مباشرة الساعة 9 أو 10 تاني يوم، كانوا في الوقت دوت كانوا بدل ما يكونوا بانكوك، ربنا قدر أن هم يموتوا في هذه اللحظة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كان في واحد كان جريس سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سيدنا سليمان كان الرجل ده كان صديق والده اللي هو سيدنا داود عليه السلام، وبعدين لما مات داود عليه السلام الرجل ده بقى جريس سيدنا سليمان. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان كان زمان كان ملك الموت يدخل يعني جهارا نهارا، كان الناس تشوف ملك الموت وهو داخل يقبض روح فلان او فلان. من رحمة ربنا بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اننا لا نرى ملك الموت، مع ان ملك الموت لما يأتي الى الطائع يأتي بصورة جميلة، واذا جاء الى العاصي او الى الكافر يدخل بصورة شديدة. فاذا بهذا بملك الموت دخل على سيدنا سليمان واقرأه السلام، وبعدين بص كده للرجل اللي كان جليس سيدنا سليمان، بص له بصة صعب قوي يعني صعب، كأنه عايز يقول له انت المطلوب دلوقتي. فالرجل بعد ما خرج ملك الموت بيقول له سيدنا سليمان، هو ملك الموت كان بيبص له كده ليه؟ قال له معرفش. قال له طب يعني يا سيدنا سليمان، يعني انت تعلم اني كنت يعني صديقا ونديما لابيك داود عليه السلام، الا تامر الريح ان تحملني الى بلاد الهند؟ انا مش عايز اكون في المكان اللي فيه ملك الموت ده، لان انا حاسس كان بيبص له بصه انا خفت منها. قال له خلاص. فامر سليمان عليه السلام الريح فنقلت الرجل الى بلاد الهند في خلال دقائق معدودات. بعد دقائق برضه معدودات جاءه ملك الموت، دخل مرة تانية على سيدنا سليمان. فلما دخل على سيدنا سليمان تعجب نبي الله سليمان، فقال لملك الموت لماذا كنت تنظر إلى هذا الرجل هذه النظرة الشديدة؟ قال لأني كنت متعجبا.
قال له بتتعجب من ايه؟ قال له لان الله امرني بعد دقائق معدودات ان اقبض روحه في الهند، فتعجبت اني رايته عندك. قال سبحان الله، هو الان في الهند. فذهب ملك الموت وقبض روحه، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. مشكله المشاكل حبايبي ان الانسان ما هوش عارف هيموت امتى. انتوا عارفين لو كان معانا قايمه كده، اول ما نتولد القايمه دي ناخدها ونقراها لما نكبر شويه، فيتقال لك عمرك مثلا 65 سنه وست شهور وثلاث ايام واربع دقائق، هتعمل كذا وهتكسب كذا ويبقى رزقك كذا وهتخسر كذا وهتتجوز فلانه وتخلف كذا وان شاء الله يوم القيامه هتبقى الوضع كذا. كنت هتبقى الدنيا متسستمة عندك زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ يعني عياذا بالله لو ان انسان حتى عنده ارادة المعصية يقول خلاص انا عمري عرفته 65 سنة ولا 3 ولا 60 سنة، تمام، يبقى انا مثلا اعصي بقى براحتي لحد سن 58-59 سنة، وفي اخر سنة اتوب الى الله توبة النصوح. وربنا سبحانه وتعالى قال الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أكيد ربنا سبحانه وتعالى برحمته هيبدل لي السيئات دي كلها حسنات، يبقى معصية 58 سنة تتقلب حسنات، دي حاجة زي الفل، ودي أنا عشت براحتي. لكن مشكلة المشاكل إن الإنسان ما عرفش هيموت إمتى. وبعدين ملك الموت لا يستأذن على أحد إلا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والإنسان لو ربنا قدر أن يموت في لحظة، قال جل وعلا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلو انت عارف هتموت امتى ممكن تعيش براحتك، انما ما انتش عارف. يعني انا ممكن في عز ما انا بألقي المحاضرة الان ممكن اموت دلوقتي. وانا رأيت مشهد عجيب جدا لرجل من الدعاء كان بيعطي درس في المسجد، رجل كبير في السن كده وشكله منور ما شاء الله، وكان بيعطي درس كده في المسجد لبعض المصلين. وفي اثناء ما هو بيعطي الدرس مرة واحدة وهو جالس على الكرسي انكفأ على وجهه ميتا وهو يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. لذلك لما واحد راح لإبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله فقال له يا إبراهيم إني أكثر من الذنوب وأريد أن أتوب، فماذا أصنع؟ فقال له أنا هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم لا ما فيش أي معصية هتضرك أبدا، اعمل اللي أنت عايزه. فقال هاتها يا إبراهيم، قل لي الخمس حاجات دولة أعمل إيه عشان ما فيش معصية تضرني. قال الأولى إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. يعني عايز تعصي ربنا، مش معقولة يعني تبقى أنت عمال بتبايز ربنا بالذنوب والمعاصي وأنت عمال بتأكل من رزقه، أظن يعني عيب يعني. فقال له كيف ذلك يا إبراهيم والرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى. فقال له إبراهيم أيجدر بك أن تأكل من رزقه وأن تبارزها بالمعاصي؟ قال لا والله لا يجدر أبدا. هات الثانية، قال إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضا، خد بالك امشي الأرض دي بتاعت ربنا، روح بقى أرض تانية ما تكونش تبع ربنا سبحانه وتعالى، كأنه عايز أقوله يعني معنى ده في أي مكان بقى واعصي ربنا. قال سبحان الله الملك كله لله والكون كله ملك لله، فأين أذهب يا إبراهيم؟ قال سبحان الله أيجدر بك أن تسكن أرضا وأن تبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله. هات الثالثة، قال إن أردت أن تعصي الله فعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. خلاص بقى براحتك أنت بقى، ما دمت مش هتقدر تتخلى عن رزق الله ولا على أرض الله، طب حاول تستخبى في حتة ربنا ما يشوفكش فيها. طبعا إبراهيم الأدم بيستدرجه عشان يوصله المعنى معين. قال سبحان الله يا إبراهيم كيف أخفى عن نظر الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيها عنه يغيب، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. قال يا إبراهيم كيف أخفى عن نظر الله؟ والله عز وجل مطلع علي في السر والعلن وفي الجهر وفي الليل والنهار وفي كل مكان وكل زمان. قال أيجدر بك أن تعلم أن الله ينظر إليك وأنت تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الرابعة، قال إن أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت قل له أجلني يا ملك الموت ساعة أتوب فيها وأرجع فيها إلى الله سبحانه وتعالى.
قال إبراهيم كيف ذلك وقد قال جل وعلا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال سبحان الله أجدر بك وأنت تعلم أنك لا تدري متى تموت ومع ذلك تبارزه المعاصي؟ قال لا والله هات الخامسة. قال إذا جاءتك زبانية جهنم وأرادت أن تأخذك إلى النار فقل لن أذهب معكم. قال يا إبراهيم كيف ذلك والله عز وجل قال عنهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سبحان الله أيجدر بك أن تعلم كل ذلك وأنت مصر على معصية الله؟ قال لا والله يا إبراهيم أستغفر الله تبت إلى الله لا أعود إلى معصية أبدا. وذهب الرجل تائبا. هي دي فطنة العالم أنه لما يتكلم مع إنسان يقدر يوصل له المعنى ويقدر بفضل الله يستقطب قلبه للتوبة بأسلوب جميل ورحيم ومقنع في نفس الوقت. أحيانا الإنسان يحتاج أن أنت تكلمه بالعقل وأحيانا الإنسان يحتاج أن أنت تكلمه بالنقل. فلابد أن يكون العالم عنده فطنة. ودايما أكرر هذه الكلمة، إحنا لسنا بحاجة إلى علماء ودعاء حافظين نصوص ومتون وخلاص، احنا محتاجين دعاء فاهمين عارفين ازاي يتعاملوا مع احوال الناس، كيف يدعو الغني، كيف يدعو الفقير، كيف يدعو الوزير، كيف يدعو الغفير. ايه هنفصل شرع؟ لا مش هنفصل شرع، الشرع واحد والكتاب واحد والسنة واحدة، لكن هنفصل اسلوب. واخد بالك؟ شيء طبيعي ان انت لما تخاطب انسان غير لما تخاطب انسان تاني. انا اذكر زمان لما كنت أذهب لخطبة الجمعة في بعض مساجد الجمعية الشرعية زمان، كلام ده من حوالي 10 سنة، فكنت أحيانا أروح مساجد أول مرة أروحها في حياتي ما رحتهاش قبل كده، فكنت أجهز خطبتين، خطبة لطلبة العلم وخطبة لعوام الناس، ثم أدخل المسجد قبل صلاة الجمعة بحوالي ربع ساعة أو 10 دقايق وبص بصة كده يعني عامة كده شاملة على المسجد وأشوف إيه اللي غالب على أهل المسجد. لو كان الغالب على أهل المسجد دوم ناس عوام وبسطاء أخطب خطبة بسيطة جدا عشان يفهموني، وإذا كان الغالب على المسجد أنهم طلاب علم وكده كنت أخطب خطبة تناسب عقلية طلاب العلم، لأن الأصل فيها أن احنا مش نطلع نستعرض عضلاتنا على الناس، لكن الأصل أن احنا نتبسط مع الناس ونوصل المعلومة. قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ناس مش عارفين يتكلموا غير لغة بسيطة، ما مش معقولة أطلع بقى أقول لهم بما إن وحيث إذا ولا محيصة ولا الكلام ده كله، فمش هفهم منه ولا كلمة، لكن فينا يقولوا ما شاء الله ده رجل عالم. أنا ما يهمنيش يتقال عالم، إنما يهمني يتقال فهمنا الحمد لله وإنت كده ذكرتنا بالله ونبدأ ننفذ. هو ده المطلوب اللي احنا محتاجينه، ولذلك محتاجين الداعية اللي عنده صفات كتيرة جدا. محتاجين يكون أولا مخلص، ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. محتاجين أنه يكون عنده فقه النفس، فاهم كيف يدعو الناس. محتاجين يكون عنده رقي، عايزين الداعية الراقي. نفسي الداعية يكون محافظ على ألفاظ هو بتعامل مع الناس، يعني وأنا بتعامل مع الناس لابد أن أنا كرجل داعية أنتقي ألفاظي على الفرازة، يوم ما أطلع كلمة أطلعها بما يتناسب مع كل المستويات. ما أقولش أصلا قاعد بتكلم بأسلوب مش عارف إزاي فأقوم خابط كم كلمة، الكلمات دي ممكن تجرح إنسان فيتعجب إزاي داعية يقول هذا الكلام. الداعية لازم يحافظ جدا على ألفاظه. الداعية محتاج أنه يكون عنده صبر وثبات، لأن أنت في الدعوة يعني سبحان الله طريق الدعوة ما هوش مفروش ورود، مليان ابتلاءات ومليان مشاكل كتيرة جدا جدا، ما عليك إلا أن أنت تصبر وتحتسب، لأن في النهاية الله عز وجل سيجزي لك الأجر والعطاء. وأنت في دعوتك ممكن تلاقي اللي يأذيك، ممكن تلاقي اللي بيحاربك، ممكن تلاقي اللي بيأكيد لك المكائد ليل ونهار، لا تلتفت ولا ترد ولا تدافع عن نفسك ولا تكيد له مثل ما يكيد لك، ولكن اشغل نفسك بالله والله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عنك. قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ممكن تلاقي حد بيتكلم عنك ويضايقك ويقول كلام يعني ممكن يثير أعصابك، تذكر قول المولى عز وجل لحبيبنا متصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل إيه يا ربي؟ قال اعمل 3 حاجات،
والكلام ده مش للنبي بس صلى الله عليه وسلم، للنبي ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسبح بحمد ربك، ده رقم واحد، وكن من الساجدين، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة: استمر على الاثنين دولت لحد ما تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ايه فسبح بحمد ربك؟ لما حد يكون بيشتمني، بيغتبني، بيطلع عليا كلام مش كويس، بيأذيني، بيحاربني في دعوتي، انا اقعد ليل ونهار اقول سبحان الله وبحمدي. اقعد على قد ما تقدر كتر من كلمة سبحان الله وبحمدي. ليه؟ لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. الله. يبقى ممكن يكون الانسان اللي بيأذيني، اللي بيتكلم عني، اللي بيضايقني، ممكن يكون متسلط عليا بسبب ذنوبي، فلما اقول سبحان الله سبحان الله وبحمدي 100 مرة يتغفر ذنوبي فيرفع عني هذا البلاء، لان البلاء ده كان متسلط عليا بسبب ذنوبي. طيب، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، عشان اكون قريب من ربنا واكون في معية ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا هو اللي قال واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما قال لربيعة بن مالك، قال له: سلني شيئا يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. بعدما قال لك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، قال لك استمر. قال: واستمر ليه؟ ما هو ربنا خلاص غفر ذنوبي وبعد عن الناس ديت. قال لك: ما هو ممكن العداء يتجدد، ممكن ربنا يسلط عليك ناس تانيين، او ممكن الناس اللي انصرفوا عنك يرجعوا يعادوك مرة تانية. قال لك: استمر في عبادة ربنا، علشان ربنا سبحانه وتعالى يكلأك ويحفظك ويدافع عنك سبحانه وتعالى. عشان كده محتاجين داعية إخلاص وتجرد، محتاج له متواضع كمان. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها على طول قال: فذكر إنما أنت مذكر. إيه العلاقة بين من يدعو وبين الآيات السابقة؟ كأن المولى عز وجل يقول لك: لو أردت أن تكون داعية ناجحا لك قبول في قلوب الناس، فلابد أن تتسم بصبر الإبل وسمو السماء وثبات الجبال وذلة وتواضع الأرض وتواضع الأرض لمن يمشي عليها. فعدها على طول لو كان عندك الأربع صفات دولت فذكر بسرعة، انت داعية ناجح فذكر. لكن اوعى اوعى تتألى على الله، واوعى تيأس الناس من رحمة الله. فذكر إنما أنت مذكر فقط، لست عليهم بمسيطر. اوعى في يوم من الايام تقول فلان في الجنه وفلان في النار، لان لو يأسنا الناس من رحمه ربنا، لو قنتنا الناس من رحمه ربنا، ممكن احنا اللي نخش النار عياذا بالله. ثبت في الحديث الذي رواه احمد وابو داود بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم قال: كان في بني اسرائيل رجلان متواخيين، فكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا، فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له: اقصر، يعني بلغتنا العامه كده كانه بيقول له خف بقى، قال يقول له اقصر، والثاني يقول له: خليني وربي ابعثت علي رقيبا. في مرة من المرات عدى المجتهد على المذنب فقال له: أقصر، والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. شوف، تخيل، قال كلمة فعلا كما قال أبو هريرة رواه الحديث، قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فلما مات الرجلان واجتمع عند الله جل وعلا، خد بالك الحديث فيه شقين. الشق الأولاني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك حاجة حصلت في بني إسرائيل من آلاف السنين، ثم ينقلق مرة أخرى على المشهد الذي سيحدث يوم القيامة. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا أطلعه على بعض الغيبيات وليس كل الغيبيات، لأن المولى عز وجل قال عن نفسي: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فالغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله، أما بعض الغيبيات فقد أطلع الله عز وجل عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الموضوع إن سبحان الله، إن ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على القلوب، وربنا سبحانه وتعالى يعني أي إنسان
لما عايز يتوب وعايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيصل له أسباب التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع إن يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ليه قال يعني في آخرة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نرجع للآيات اللي كنا بنذكرها، لست عليهم بمسيطر. اوعى في يوم من الأيام تقول فلان في جنة فلان في النار. وإحنا ذكرنا معاه الحديث بقى الرجلين اللي كانوا متوخيان في بني إسرائيل، فالرجل قال له والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فلما اجتمع عند الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار. ده المجتهد لأنه يأس إنسان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. يوضح الرواية ديت اللي عند أحمد وأبي داود، يوضحها رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة. فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى إذن الإنسان يا جماعة أحيانا بتبقى كلمة دارجة على ألسنة بعض الناس، يقول لك فلان ده فلان ده على الجنة حتف، وفلان ده داخل النار راكب عربية أو راكب صاروخ اسكود أو إف أو طيارة إف 16. وخد بالك اوعى تقول الكلام ده لأنك لا تدري من سيختم له بخير. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد كان في واحد بيقاتل معاه، واحد يعني نحن لا نعرف اسمه، يعني لم يذكر اسمه في الرواية لكن حسبه ان الله يعرفه. هذا الرجل كان يقاتل قتالا شديدا لدرجة ان بعض الصحابة في وسط القتال جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما رأينا احدا ابلى مثل ما ابلى فلان. الرجل ده بيجاهد جهاد صعب جدا يعني ما حدش ايه ده. قال له لدرجة ايه؟ قالوا له ما ترك شاذة ولا فذة الا ضربها، يعني ما خلاش حد الا ما شاء الله. قتال بقى عنيف جدا. أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ مدام عمل كل اللي عمله ده ودخل ما شاء الله بيقاتل بالشدة والقوة ديت، أهو من أهل الجنة؟ قال لا، بل هو من أهل النار. تخيل الرواية بتقول كاد بعض الناس أن يفتنوا، يعني كاد بعض الناس يقول معقولة بعد كل اللي عمله ده ومن أهل النار؟ أمال مين بقى اللي يخش الجنة إذا كان دوت من أهل النار؟ فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله أنا صاحبه، أنا هكون معاه وشوف هو بيعمل إيه. فذهب وصاحبه في بقية الجهاد. فالرجل دوت اللي كان بيقاتل قتال شديد ده فجأة أصيب إصابة في موضع صعب جدا، فلم يتحمل الألم فأخذ ذبابة السيف أو ذبابة الرمح واتكأ عليها، وضعها بين ثديه هكذا واتكأ عليها فقتل نفسه ومات منتحرا. فجاء صاحبه وهو يجري نحو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له وهو يبتسم أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فتعجب النبي وقال وما ذاك، إيه اللي خليك تقول كده؟ طب ما أنت عارف أن أنا رسول الله. قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار أصيب بجرح فلم يتحمل فوضع ذبابة السيف عند ثديي واتكأ عليها فمات. فإذا بالحبيب المصطفى يعلم الأمة كلها بقى الدرس الذي لا ينسى. فقال للصحابة إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. الشاهد في الموضوع إن ممكن واحد من حبيبنا يسأل يقول طب هو ده مش ظلم لما واحد يعبد ربنا 50-60 سنة وقبل ما يموت بقيد الشبر أو قيد الذراع، يعني قبل ما يموت بأسبوع بشهر ينقلب عليه الكتاب ويروح يموت ميتة مش كويسة ويخش النار، طب ده مش ظلم؟ أقول لك لا مش ظلم، لأن يوضح هذه الروايات رواية أو زيادة موجودة في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. الراجل ده كان مرائي يا جماعة، الراجل ده ما كانش بيعمل العمل خالصا لوجه الله. وأنتم تعلمون أن الله لا يريد منا إلا قلوبنا،
قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى القلب موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان مرائي، كان بيقاتل من أجل أن يقال هو مقاتل أو هو مجاهد، وقد ورد ذم ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كم من ضمنهم؟ المجاهد الذي دخل فقاتل فقتل. قال جل وعلا: ماذا صنعت فيما أعطيتك من النعم؟ قال: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فقال جل وعلا له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت. فقال له جل وعلا، هو الذي يعلم ما في قلب هذا العبد: إنك ما قاتلت وقتلت إلا من أجل أن يقال جريء أو شجاع، وقد قيل خدت حظك خلاص. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. فالشاهد في الموضوع إن هذا الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا، مات كافرا منتحرا، رغم أنه كان بيجاهد مع النبي عليه السلام، ورغم أن الصحابة كانوا يقولوا ده أكيد من أهل الجنة. إذن فإحنا اوعى حد يحكم على حد يقول فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، وفلان ده بقى هيبقى في الفردوس الأعلى، وفلان ده ياخدنا تحت جناحه، وفلان وفلان. قول فلان ده نحسبه إن شاء الله من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا. ولو لقيت واحد عاصي ما تقولش من أهل النار، قول أسأل الله أن يتوب عليه. ولذلك أنا أحزن جدا لما لقي مثلا رجل داعية المفروض أنه يكون قدوة للناس، ولما يذكر أمامه مثلا مطرب أو ممثل أو فنان أو راقصة حتى، يقول أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر هؤلاء المفسدين هؤلاء. أخي الحبيب، ربنا يبارك في حضرتك، يعني إن كانت الدعوة طلعة فبدل ما ندعو عليهم ما ندعو لهم. يعني بدل ما أقول مثلا عن الفنان الفلاني ربنا ياخده أو ربنا ينتقم منه أو كذا، طب أقول يا رب هدي، يا رب، يا رب دواءه حلاوة الإيمان، يا رب دواءه لذة الطاعة رب العالمين، لعله وعسى يمكن لما يتوب أمم تتوب وراه. وأنتم تعلمون جميعا قصة المطرب البريطاني كاتي ستيفن. كاتي ستيفن ده كان مطرب فرقة من أكبر الفرق اللي موجودة في بريطانيا، كان اسمها فرقة الخنافس. كاتي ستيفن ده لما زمان خالص بقى، وانت يعني من مثلا من 20-30 سنة، لما كان بعض الشباب بيشوف أغانيه لما كانت تبث عبر التلفاز البريطاني ولا غير ذلك، يقول لك كان ربنا يعافينا وعافيك كان النساء تشد شعرها لما تشوفه وتصرخ وتصوت وممكن يغمى عليها عشان نفسها بس ان هو يسلم عليها. وفجأة ربنا شرح صدره للإسلام فقرأ مصحفا مترجما، فأسلم الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، وكرس كل جهوده من أجل بناء المسجد. بنى 50 مسجد في دول العالم، مساجد في لندن وباريس وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة جدا، وجلس في مسجده في إنجلترا في لندن، وبدأ يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. وبدل ما كان اسمه كاتي ستيفن سمى نفسه يوسف إسلام، يوسف إسلام، وذهب للجهاد في أماكن كثيرة جدا. ثم بعد ذلك كرس حياته كلها للدعوة وأسلم على يديه عدد كبير، لأن طبعا الرجل زي دوت هو رأس في هذه المسألة. فمثلا لو كان بيحب مثلا بيسمع أغاني مثلا 1,000,000 واحد، 1,000,000 دولت ممكن كتير منهم يستموا على أدي لما يلوه هو تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وأسلم. خدوا بالكم، فإذا يعني بدل ما ندعو على الناس ديت ندعو لهم لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويغنمنا إن الناس ديت تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان في ثلاث شباب دولت كانوا يعني يومين ثلاثة في الأسبوع كده عياذا بالله يروحوا يضحكوا على بعض البنات ويصطادوهم وياخدوهم لمزرعة بعيدة جدا عن البلد اللي مقيمين فيها، ويروحوا هناك عياذا بالله ويغتصبوا تلك البنات، وبعد كده ياخدوهم بالعربية يرمون في أي مكان وإلى غير ذلك. في يوم من الأيام أرادوا أن ينفذوا هذا المخطط الخبيث، وخدوا معهم كان 3 شباب وخدوا معهم 3 بنات، ووصلوا إلى هذه المزرعة. ولما وصلوا المزرعة افتكروا أنهم نسيوا يجيبوا الأكل اللي هيكلوه في الليلة ديت، فقالوا طب خلاص نقعد إحنا وفلان الفلان ياخد العربية وينزل يجيب لنا الأكل ويرجع بسرعة. نزل هذا الشاب من الساعة أقول مثلا 2 الظهر لحد الساعة 6 ولم يرجع، مع أنه المفروض يروح ويرجع في خلال ساعة بكتير. فلما تأخر واحد صديقه من الثلاثة دولت قال أروح أشوف عمل إيه وإيه اللي أخره كده، ده متأخر بقاله حوالي 4 ساعات. فراح فلقى وهو ماشي في الطريق لقى عربية مقلوبة على جانب الطريق وقد اشتعلت النار في السيارة. قرب يشوف إيه العربية دي بتاعت مين، فجأة لقى عربية صديقه اللي كان رايح يجيب لهم أكل وراجع.
فقرب منه حاول ينقذه ما عرفش، لقاه في الرمق الأخير فبيقرب منه بيقول له إيه اللي حصل، فلقاه بيقول ماذا أقول لهم ماذا أقول لهم ماذا أقول لهم. فقال له مين اللي هتقول له؟ قال الله، وراح قايلها كده إيه من قلبه وراح مات. تأثر هذا الشاب بمنظر صاحبي اللي كان رايح يجيب أكل وشرب وخمور عشان يقضوا السهرة الحمرة دي عياذا بالله. فلما تأثر سأل نفس السؤال، وقف واحد في لحظة صدق مع نفسه وسأل نفسه نفس السؤال، قال وأنا ماذا أقول لهم لما أقف من إيدين ربنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. أنا كمان أقول للربي سبحانه وتعالى، فتاب وعاد إلى الله. وذلك لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله، فرح سأله سؤال جميل قوي، بدل ما يقول له أنت ما بتصليش ليه، ولا ما بتزكيش ليه، أو أنت مثلا عند يعني تعرف طريق المسجد ولا لا، ولا أخبارك إيه مع رب، يعني سأله سؤال واحد، قال له كم عمرك؟ فقال 60 سنة. فرح جابه بشكل جميل قوي، عمرك قد إيه؟ قال له 60 سنة. قال له سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. قال له ما هو النبي قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فالرجل بيقول له عمر 60 سنة، فقال له ده أنت قربت، أنت بقالك 60 سنة بتسير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه. هتروح فين؟ هتهرب فين؟ فقال له فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. الرجل كأنه أول مرة يسمع هذه الكلمة، وكأنه أول مرة ياخد باله أنه عنده عمره، أنه عمره 60 سنة. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال له ما الحيلة يرحمك الله؟ طب أنت قلت لي أن أنا خلاص هلقى الله سبحانه وتعالى وهقف بين إيدي، أعمل إيه؟ قال الحيلة يسيرة. هم دول العلماء. العالم لا ييأس الناس من رحمة الله، وفي نفس الوقت لا يجرئ الناس على معصية الله. العالم ما يعملش الدين يعني يعمل البحر طحينة وكل حاجة عنده حلال عشان يجامل الناس، وفي نفس الوقت ما ييأس الناس من رحمة ربنا لدرجة ان الناس تكره الدين وتكره الالتزام. العالم وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. شوف دي، فقال له الحيلة يسيرة، سهل جدا وبسيطة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك ورد حديث عند المنذري بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي، رجل ده ما كانش أسلم لسه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. بيقول له أنا عملت ذنوب لو هتوزع على أهل الأرض تغرقهم كلهم. فقال له الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه، قال له أيها الرجل أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أجل أشهد والله. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فقال الرجل وغدراتي وفجراتي، كأنه عايز يقول للنبي يا رسول الله أنت ضعفش أنا عملت إيه؟ قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر، والنبي يبتسم، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في يوم من الأيام شاب بيقول تبت لأني شفت يوم القيامة. شاف يوم القيامة ازاي؟ الشاب ده كان مكبا على المعاصي، كان معاصي كتير بيرتكبها. ففي يوم من الأيام نام، فلما نام شاف كتلة نار بتسقط من السماء على الأرض، وبدأت زلزلة تحصل في الأرض، وبدأ
إعصار وحاجات مدمرة وريح والجبال عمالة بتتحرك. فبيسأل واحد ده كلام ده كله في المنام في إيه؟ قال له بداية يوم القيامة، القيامة ابتدأت تقوم. قال له خبر أبيض ده أنا ملحقتش أتوب. قال له خلاص أغلق باب التوبة، مش هينفع تتوب لأن خلاص القيامة قامت خلاص. قال له تبقى أعمل إيه؟ قال له تعمل إيه؟ ما كان من زمان تعمل كده وتتوب وترجع إلى ربنا، أنت جاي تسأل دلوقتي هتعمل إيه؟ فجأة هذا الشاب انتفض، ففجأة لقى نفسه قايم من النوم، فعرف إن الكلام ده كله كان حلما مزعجا، فقام على طول في ساعتها واستغفر ربنا سبحانه وتعالى وبكى بكاء شديدا، ثم دخل المسجد حتى يصلي صلاة الفجر، والأول مرة يصلي ففجأة لقى الإمام بيقرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال والله لقد آن الأوان أن أرجع وأن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام بعض الشباب الطيبين كانوا ماشيين فلقوا شاب، الشاب ده كان عايش حياته كلها على شرب الخمور، وكان دايما يأذي أمه وأبوه وإخواته، وكان أخلاقه صعبة جدا. قابلوه بمعاملة طيبة. يا جماعة أحيانا الإنسان بيجي بحاجة بسيطة جدا، كلمة طيبة، هدية بسيطة، زجاجة عطر، شريط، سواك، أي حاجة بسيطة تقرب الإنسان من ربنا وتخليه يحس إن الدنيا ما زالت بخير. فقابلوه خدوا في حضنهم وعطروه واتكلموا معه بأسلوب محترم، وهو ما كانش متعود إن حد يحترمه بالمنظر ده. فقالوا له يعني ايه رايك تيجي تخش معانا جنه الدنيا؟ قال لهم جنه الدنيا؟ فين جنه الدنيا؟ قالوا له بيت ربنا في المسجد. فقال طيب اذنوا لي اروح البيت يعني اغتسل واغير لبسي واجي لكم. قالوا له حاضر. فراح البيت، كان دايما ما يخش البيت يخبط باب الشقه برجليه ويخش ويسب الدين ويشتم في ده ويضرب في ده ويخبط. ففجاه لقوه بيرن الجرس كده بالراحه، ففتحت امه فبيقول لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قالت له خير يا حبيبي، الشر بره وبعيد، انت عيان؟ قال لا الحمد لله انا خفيت، يعني كنت عيان وخفيت، انا التزمت يا امي وسامحيني، انا اسف ان كنت زعلتك في يوم من الايام. دخل اغتسل وتوضى وغير لبسه وراح المسجد وصلى معهم صلاة المغرب، ومع أول سجدة يسجدها لله فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا، ومن مات على شيء بعث عليه يموت ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويبعث ساجدا بين يدي الله جل وعلا. في المقابل كان في فتاة كانت لابسه استريتش وحاطه بقى مكياجات وعامله شعرها في الخلاط ومظبطه الدنيا، يعني ماشيه قابلتها أخت فاضلة، وأنا حكيت لك القصة دي قبل كده. قابلتها دخلت عليها بالبسمة الحنية والمعاملة الطيبة والأسلوب اللي يفتح القلب مش يخلي الإنسان عياذا بالله يتعقد ويئس. فدخلت عليها السلام عليكم حبيبتي، ما شاء الله إيه القمر والجمال ده كله، ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا حبيبتي وإن شاء الله تكوني في الجنة أحلى من كده ألف مليون مرة، ممكن تأذني لي أخذ ساعة من عمرك؟ قالت لها تعملي بيه إيه؟ قالت لها نخش جنة الدنيا. كلمة جنة الدنيا دي كلمة مش بدعة. يعني الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام كان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الأخيرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. هات لها نخش المسجد نصلي ونسمع درس كده وبعدها أنت حر عمل اللي أنت عايزاه. فكان عندها وقت، قالت لها طيب. راحت معها دخلت معها المسجد، صلت المغرب، سمعت درس عن وصف الجنة، صلت العشاء. وبعدين الاخت طبعا لما لقيتها داخله المسجد طبعا لابسه استريتش بقى وباضي ومنظر كل اللي جوه اخوات مختمرات ومنتقبات هيقعدوا يبصوا عليها، فحبك ما تحرجهاش. فلما دخلت المسجد خرجت يعني من مصروفها الخاص اشترت لها جلباب وخمار ولبستهم لها، قالت لها بس عشان بس اثناء الدرس حدش يبص لك ولا يأذيك يعني بنظرته، وبعد كده اخلعي براحتك اعملي اللي انت عايزاه. حضرت الدرس وسمعت الدرس عن وصف الجنة وصلت المغرب وصلت العشاء، وبعدين وهي خارجة الأخت قالت لها براحتك بقى حبيبتي، أنا حبيت أدوائك لذة وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، حبيت ما تصليش بعد كده براحتك، أنا بس حبيت أعرفك السكة، حبيت أن أنت تخلعي الحجاب براحتك برضو، أنا حبيت أدوائك طعم وحلاوة الإيمان. فقالت لها والله ما هخلع الحجاب إلا في اليوم اللي أنزل فيه قبري عشان ألبس أكفاني، ومش ممكن هسيب الصلاة وهدعو إلى الله بنفس الأسلوب الجميل الرحيم اللي أنت دعيتيني بيه دوت، وجزاك الله عني خير الجزاء. نزل هذه الفتاة اللي كانت لابسة ستريتش وبقت لابسة حجاب ما شاء الله، ولسه نزلة من المسجد وخارجة على الشارع عشان تروح بيتها، وهي نزلة من على الرصيف جت عربية صدمتها فماتت رحمها الله عز وجل رحمة واسعة.
في المقابل شوف بقى سوء الخاتمة، بنت تانية كانت متبرجة وركبة ميكروباص، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان شاب من الشباب الملتزم جاي يركب الميكروباص فما لقاش اي مكان فاضي غير في الكرسي اللي جنبها مباشرة، فحاول يقعد على نفس الكرسي بس يبعد عنها شوية، وبعدين يعني ابتدى يعني يذكرها بالله ووصل الناحية التانية قال لها اختي ربنا يبارك في حضرتك، كانت لابسة بقى استريتشات واستريتش وبضيات وحاجات كده ومنظر يعني صعب شوية، قال يا اختي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، اتمنى ان انت تفكري في موضوع الحجاب لعل وعسى يمكن تلقي الله سبحانه وتعالى هو راضي عنك. قلت له ياها يعني معنى كده اللبس اللي انا لابسه ده يغضب ربنا؟ قال لها طبعا يغضب ربنا. فحبت تستهزئ عياذا بالله فراحت مطلعه له الموبايل من جيبها، قالت له ما دام اللبس ده بيغضب ربنا عياذا بالله، ويعني اعوذ بالله من هذه الكلمه اللي قالتها، قالت له ما دام اللبس ده بيغضب ربنا خد الموبايل وكلم ربنا واساله اذا كان اللبس ده يغضبه ولا ما يغضبوش. فقال لها اعوذ بالله، كلم ربنا على الموبايل، ربنا يعني يحفظك ويسترك، استغفر ربنا وتوب اليه. قالت له لا بجد والله، قول لي بس نمرته وانا اكلمه. وقعدت تسخر وتستهزئ، فالاخ راح ساكت ومطلع مصحف وقعد يقرا فيه وبعد عنها خالص. السواق بتاع الميكروباص قال يا جماعه الاجره، فلموا الاجره وادوها له. فيعني لما لموا الاجره وادوها للسواق فالسواق عد الاجره فلهم ناقص نفر يا جماعه ما دفعش. فالشاب ده قال له ايوه يا اسطى الاخت اللي جنبي ما دفعتش. قال له طب لو سمحت قول لها. قال له قول لها انت. فالسواق بيتدور كده بيقول لها لو سمحت الاجره، لقوها ميته مكانها على الكرسي ولا حول ولا قوه الا بالله. وكانت اخر كلمه تلفظها انها قالت لهذا الشاب خد الموبايل وكلم ربنا واساله اذا كان الموضوع ده يغضبه ولا ما يغضبوش. الحقيقه يعني قصص توبه جميل قوي وكتير قوي قوي قوي، لكن نختم الدرس من الليله دي عشان بكره هنتكلم عن موقف ايماني جديد وجميل جدا ان شاء الله بكره ان شاء الله، والمواقف الايمانيه هتكون جميله قوي طول الشهر، وربنا ينفعنا وينفعكم ويبارك فيكم ويحسن ختامنا وختامكم. اللي بيقول انا نفسي اتوب زي الصحابه، الصحابه الحقيقه كان ليهم خمس سمات من سمات التوبه عند الصحابه، انا ذكرت الكلام ده كاملا في درس كامل لكن اختصره في يعني الدقائق البسيطه المتبقيه من درس الليله دي، وسامحونا سهرناكم معانا، وان شاء الله نحاول بكره ان شاء الله نخلي الدرس يكون من واحده لاثنين، ان شاء الله ننسق الموضوع ده مع الاداره، وان لم نستطع فان شاء الله بكره تشوفوا على الشريط يعني ميعاد الدرس ان شاء الله. اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه تعظيم الذنب. قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا. قال أنس بن مالك لبعض التابعين ولبعض أبناء الصحابة إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات أي من المهلكات. قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وقبل ذلك وبعد ذلك. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالنبي بيقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأشعلوا نارا فأنضجوا طعامهم. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا، صغيرة مع صغيرة مع صغيرة، والقلب يسود يسود كل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السمة الثانية من سمات التوبة عند الصحابة عدم تبرير الذنب. في الحديث الذي رواه مسلم أن أبا مسعود كان عنده غلام صغير بعته يشتري له حاجة ضيع الفلوس فحب يعاقبه فلسه بيضربه، فسمع حد من وراه بيقول له اعلم أبا مسعود، فسكت، فلقاه بيقول له اعلم أبا مسعود، فتدور لقى النبي قدامه صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فكان في ساعتها كان ممكن يبرر وليه حق والله، كان ممكن يقول له يا رسول الله ضيع الفلوس حبيت أعاقبه عشان ما يكررش تاني، لكن قال له كلمة واحدة قال أشهدك يا رسول الله أني قد أعتقته ابتغاء مرضات الله، فأعتق الغلام بسبب هذا الموقف. السمة الثالثة من سمات التوبة عند الصحابة إنهم ما عندهمش لا يأس ولا قنوط. عكرمة بن أبي جهل 21 سنة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويبارز النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول إيذاء النبي، هو مين؟ ابن أبي جهل، ورغم ذلك يتوب ويسلم في عام الفتح
يوم فتح مكة ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. ومات النبي وهو راض عن عكرمة، إلى أن مات عكرمة شهيدا في معركة اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. كذلك فعل حكيم بن حزام، قعد 21 سنة معاديا للنبي وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك خالد بن الوليد، وكذلك عمرو بن العاص، وعدد كبير جدا من الصحابة، وكذلك أبو سفيان ما أسلموا إلا بعد 21 سنة عداوة، ورغم ذلك لا يأس ولا خنوط. عمرو بن الجموح يسلم بعد ما وصل سنه 63 سنة، ورغم ذلك يخش ويقاتل ويجاهد في يوم أحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكأني أنظر إليك الآن يا عمرو، لكأني أنظر إليك الآن يا عمرو وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. رابع سمة من سمات التوبة عند الصحابة التوبة من قريب. قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أذنب دلوقتي يتوب دلوقتي، ما أقولش أن أنا أذنب النهاردة وتوب الأسبوع اللي جاي أو أتوب رمضان اللي جاي، لا، أذنبت إلحق توب لأنك ممكن تموت قبل أن تتوب، فإلحق. عملت ذنب تطبيعه على طول بالتوبة. آخر سمة من سمات التوبة عند الصحابة اتباع السيئة بالحسنة، إني عملت سيئة أجيب وراء حسنة، عملت سيئة في الخفاء أجيب وراء سيئة حسنة في الخفاء، عملت سيئة في العلن أتبعها بحسنة في العلن وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بنقول إن المواقف الإيمانية في التوبة كثيرة، ومحتاجين فعلا التخلية قبل التحلية، محتاجين نرجع لربنا، محتاجين نبدأ صفحة جديدة، محتاجين نخلي الليلة دي ليلة التوبة. ما تيجي نتفق نسميها ليلة التوبة أو يوم التوابين. وعايز أقول لك حاجة، ده ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن في آخر الحديث قال ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. ما احنا الآن في ليلة من ليالي رمضان، ما تيجي نتوب، ما تيجي نتوب لعل وعسى تكون دي ليلة العتق من النار، لعل وعسى ان انا وانتم تعتق رقبتنا الليلة دي من النار ونكتب من اهل الجنة بتوبة صادقة. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا قسم الناس لقسمين تائب وظالم، قال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ربنا بيفرح بتوبتك، فرح ربك سبحانه وتعالى حبيبك سبحانه وتعالى، وتوب للادي وارجع للادي إلى الله سبحانه وتعالى. توب للادي وقولي من بكرة هلبس حجاب، توب للادي وقول من بكرة هصلي، توب للادي وقول إن شاء الله من اللحظة دي هقوم أقبل إيد أمي وأبويا وأتوب عن العقوق. توب قبل ألا تستطيع أن تتوب، يمكن تكون ديت آخر لحظة وآخر ليلة هنعيشها في الدنيا، فلما نتوب نلقى الله على توبة. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء سيد الاستغفار الذي رواه البخاري إن اللي يقول له اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر الدعاء، قال اللي يقوله بالليل ويموت يبقى من أهل الجنة، واللي يقوله بالنهار ويموت يبقى من أهل الجنة. ربما تقول دعاء سيد الاستغفار وتنام على توبة فتموت فتلاقي نفسك في جنة الرحمن، وأنت تعلم أن كل نعيم دون الجنة فهو سراب، وكل عذاب دون النار فهو عافية. فمحتاجين ان احنا نستحضر نعيم الجنة، احنا طلاب جنة، هدفنا محدد، عايزين قبل اي حاجة رضا ربنا سبحانه وتعالى ثم جنة المولى عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين يطلع يوم القيامة على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحقيقة الوقت بيجري مع حضرتكم بسرعة، وأظن ما فضلش غير دقيقة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم إخواننا في سوريا، وأن يفرج هم إخواننا في ليبيا، وأن يفرج هم إخواننا في اليمن،
اللهم فرج هم إخواننا رب العالمين في كل بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اصلح أحوال المصريين واصلح أحوال بلادنا يا رب العالمين، وفرج هموم المصريين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر بركة على إخواننا في ليبيا يا رب العالمين، تكون نهاية هذا الطاغية وتكون نهاية هذه الثورات التي أقيمت في هذه البلاد. اللهم طهر هذه البلاد يا رب العالمين من المفسدين، وأقر عيون إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن بالنعمة الأمن والأمان، وولي عليهم من يتقي الله فيهم يا رب العالمين، وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين، وألب بين قلوبنا. اللهم غنمنا شهر رمضان، وغنمنا ليلة القدر، وأعتق رقابنا الليلة من النار، وارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان.